بسم الله الرحمن الرحيم، أخوكم فخري جرار من قسم هندسة الطاقة الكهربائية. بدنا نشرح مادة حماية أنظمة القوى اللي هي مادة الفاينل. طبعا يعني مادة الفاينل بتحكي عن البروتكتيف ريليز، أجهزة الحماية أول جزء، ثاني جزء بيحكي عن الأوفر كارنت بروتكشن، الثالث بيحكي عن الديستنس بروتكشن، والرابع بيحكي عن الابليكيشن اللي هو كيف نستخدم إحنا أجهزة الحماية في وضع نظام حماية لحماية الماشينز في الباور سيستم، حماية الترانسفورمرز، حماية اللاين والبسبار إلى آخره. الآن بالنسبة لأول جزء اللي هو البروتكتيف ريلي، إحنا يعني هو ما بهمنا التفاصيل فيه، يعني فيه راح نلاقي كثير أدفانتج وديس أدفانتج، سلبيات وإيجابيات للريليز، يعني هذولا حفظ 3-4 نقاط ما بدهم شرح. بهمنا أكثر إشي هون مبدأ عمل أجهزة مرحلات الحماية، بهمنا المعادلات الرياضية، فما راح نركز كثير على بعض النقاط، يعني بيقدر الطالب يدرسها لحاله أو يحفظ الإيجابيات والسلبيات لحاله 3-4 نقاط. لا، نبلش بمرحلات الحماية البروتكتيف ريليز. مرحلات الحماية زي ما بنعرف وظيفتها في أي باور سيستم، لازم يكون عندي مرحلات حماية وظيفتها الرئيسية استشعار حدوث عطل على النظام، وهذا العطل إذا كان قيمة تيار العطل أكبر من قيمة السيتنج أو قيمة الضبط للريلي، فالريلي بخرج إشارة فصل برسلها على القاطع زي ما هاي الرسمة موجودة، إنه صار عندي فولت مر تيار في المرحل، وهذا التيار على اعتبار أنه أكبر من قيمة الضبط بيكون مضبوط الريلي على قيم معينة يشتغل عليها، وبيعطي إشارة الفصل زي ما شرحنا بمادة المد بالضبط وظيفة أجهزة الحماية اللي هي مرحلات الحماية. البروتكتيف ديفايسز أنواع، يعني ممكن يكون فيوز، ممكن يكون أوتوماتيك ريكلوزرز، هاي الريكلوزرز اللي هي بتفصل، تستخدم في مناطق معينة بتفصل بعد ما تتأكد انه العطل تنظف، بتعمل اوتوماتيك ريكلوزنج، بتغلق حالة اوتوماتيكيا وبترجع ترجع للخدمة وترجع الكهرباء. السكشنالايزرز هاي وظيفتها انه بعد ما الريكلوزر اذا مثلا صار عطل والريكلوزر فصل اول مرة، بعد ما يتأكد ويرجع يشتغل لقى انه العطل لسه موجود، برجع بفصل كمان مرة، يعني بحاول 3 مرات، وان شوت حكينا في مادة المد، دبل شوت، ترابل شوت. التجربة الثالثة إذا كان لسه تيار العطل موجود فالسكشنالايزر بيعمل فصل تام للنظام. في عندي اللو فولتج بريكرز، هاي يعني في مادة التمديدات على ما أظن، اللي الثيرمال والماجنتيك والإيرث ليكيج والريزيج والكارنت سيركت بريكرز، تعطى في مادة التمديدات، تستخدم في شبكات الجهد المنخفض في تمديدات البيوت وشبكات توزيع، والبروتكتيف ريليز اللي هي مرحلات الحماية اللي تستخدم في اللارج باور سيستمز. الآن نبلش بالفيوز. الفيوز يعني هو جهاز قديم ومن أحد أجهزة الحماية اللي كان يستخدم زمان كثير، ولحد الآن يستخدم في بعض التطبيقات. الفيوز تعريفه طبعا لازم يكون عارفينه، an over current protective device with a circuit opening fusible part that is heated and severed by passage of over current through it. يعني هذا تعريف وضعه الاي تريبل اي، انه هو في الفيوز فيوزنج اليمنت، في جواته مادة، هاي المادة لما يمر تيار اعلى من التيار اللي هاي المادة مصممة على قيمته اعلى منها، بتبلش هاي المادة يصير لها انصهار، عشان هيك سموها فيوزنج اليمنت، سموها فيوزنج اليمنت، بيصير لها انصهار، وبس تنصهر بفصل الفيوز. طبعا الفيوز يعني عيوبه انه انا اذا الفيوز فصل عندي انا ما بقدر ارجع اسكره، زي الريلي، الريلي لما يعطي اشارة الفصل خلص برجع لوضعه الطبيعي، يعني بيشتغل اكثر من مرة لاكثر من عطل، بينما الفيوز اذا صار عطل وفصل الفيوز فبالتالي يعني خلص الدائرة او الفيوز عفوا لازم ابدله، يعني هاي احد عيوبه. طبعا المنحنى للفيوز اذا بنلاحظ انه يستخدم الانفرس، منحنى العكسي، فيعني لو نيجي نطلع هون بنلاقي اي ان، هذا اي ان اللي هو الفيوز ريتنج او الريتد كارنت، اللي طول ما هو الريتنج كارنت بمر عندي في الدائره اللي فيها فيوز، فالفيوز ما راح يفصل على اعتبار انه الكارنت اللي بمر اقل من قيمه الكارنت المضبوط على الفيوز عشان يفصل. الان في عندي الاي ام ام،
اسمه مينيمم ميلتينج كارنت او بسموه مرات الفيوزنج كارنت، اللي هو اول قيمه تيار لما يمر هذه القيمه ببلش الفيوزها ببلش يستشعر انه في قيمه تيار زادت. الان لو كان الفيوز دقيق جدا ممكن يفصل عند هاي القيمه عند المينيمم ميلتينج كارنت، يعطي اشاره او عفوا يفصل. ممكن بعديها بشوي يعني زادت هاي القيمة يفصل، زي ما بنلاحظ انه بزيادة قيمة التيار زمن الفصل عندي قاعد بقل، عشان هيك منحنى انفرس. هنا ما في تقاطع مع المنحنى فعمره ما بفصل. عند المينيمم ميلتينج اذا كان دقيق جدا بفصل عند هاي القيمة، او ممكن بعديها بشوي يتقاطع مع المنحنى ويعطي اللي هو يفصل. عند التايم كليرينج هون اللي هو زمن الفصل لازم يفصل عند هذا الزمن وليس عند التي دي تايم الدمج تايم. حكينا في مادة المد في الاوبريتنج تايم، يعني هون في ملاحظات كثيرة من مادة المد، انه لازم عندي التيار يفصل في الزمن هون كليرينج تايم. يعني انا لما يمر عندي تيار، هذا التيار نفترضه هون لازم يفصل عند هاي النقطة ولا يتأخر، يعني الدلتا تي هاي اللي هي الديلي تايم. إذا صار عندي ديلي تايم ووصل للتايم دي اللي هو الدمج، معناه إنه المعدل اللي عندي بتكون خربت، يعني ما فصل الفيوز في الوقت المناسب، ما قام بوظيفته المطلوبة، فبنقدر نحكي إنه صار عندي دمج، وبالتالي التأخير الزمني في هاي الحالات غير مطلوب. تايم ديلي leads to damage. ونعطي الملاحظ انه the total clearing time must be shorter than the equipment damage time. هاي اكيد ومعروفة انه زمن الفصل لازم يفصل بالزمن المطلوب، ما يتعدى او ما يستنى وما يعطي time delay اكثر من ما هو يعني على قيمة التيار. لما يمر خلص عند هذا التيار افصل، يعني ما في مجال ان تتأخر اكثر من هيك. دلتا تي تقطع المنحنى هون، خلاص معناه انه صار عندي الدمج. الان هذا المنحنى ببين آلية عمل الفيوز لما يصير عطل. طبعا الموجة بتصير asymmetrical لانه بكبر عندي الكرنت، على اعتبار احنا بنتعامل مع short circuits. هلا في عندي اعطال open circuit، لكن الشائع اكثر اللي هو short circuit. خلينا نلاحظ هون المثلث الموجود هذا بس للفهم، يعني مش مطلوب. التوتال اوبريتنج تايم عندي هون بتضمن الاركينج تايم وبتضمن البري اركينج تايم. البري اركينج تايم اللي هو هون عندي بمر قاعد التيار العطل، بمر عند هاي اللحظه صار عندي كت اوف، تم فصل التيار. الان زي ما بنعرف في هاي لما يكون يمر تيار عالي وافصله فجاه بتولد عندي قوس كهربائي زي ما بيصير في القاطع، وبالتالي هذا القوس الكهربائي يخمد في بمنحنى عكسي زي ما احنا شايفين وبزمن اسمه اركينج تايم. وبالتالي التوتال اوبريتنج تايم هو عباره عن البري اركينج تايم والاركينج تايم. الان عند هاي النقطه القوس الكهربائي انتهى وفصل التيار تماما، وبالتالي هاي اللي هي اليه او خلينا نحكي الفتره اللي صار فيها الاحداث اللي بيصير فيها فصل في الفيوز. الان نيجي ل Protection units using circuit breakers and relay اللي هو موضوعنا الرئيسي، انه انا في الباور سيستم في عندي protective relays مربوطة دائما وابدا مع القواطع السيركت بريكر، اللي هي زي ما حكينا مرور تيار شورت سيركت بيستشعر الريلي، اكبر من قيمة الضبط للريلي بيرسل اشارة الفصل للقاطع وبيحفصله وبيحمي المعدة اللي عندي هون. وزي ما حكينا total clearing time must be shorter than the equipment damage time، يعني هاي صارت متعارفة. تعريف الريلي برضه للاي تريبل اي whose function is to detect defective lines or apparatus or other power system conditions of an abnormal nature and to initiate appropriate control circuit action، يعني يستشعر قيمة تيار العطل باختصار. اذا كانت هذه القيمة اعلى من قيمة تيار الضبط، او مش شرط طبعا تيار العطل، اي abnormal nature عندي في النظام، اي حالة تشغيل غير طبيعية، لازم يستشعرها المرحل ويقوم بالوظيفة المطلوبة منه. الآن لما ندخل على sequence of events during a fault، يعني شو الأحداث اللي بتصير، يعني الريلي بالضبط شو التسلسل اللي بيصير عندي من حد ما يصير عطل لحد ما ينتهي العطل. اللي بيصير عندي كالتالي، انه انا بيكون عندي normal operating condition، موجة sinusoidal بتردد مثلا 50 هيرتز زي ما عندنا في الأردن. عند هاي النقطة صار في عندي short circuit. زي ما بنعرف أول ما يصير short circuit ترتفع قيمة التيار لقيم عالية جدا. الآن نقسم هاي الفترات، هاي الفترة اللي صار فيها شورت شو صار في. أول شيء الريلي قلنا بيستشعر هذا العطل، ففي عندي اللي هو التايم ريلي، زمن استشعار الريلي للعطل.
بعد ذلك الريلي قلنا بيرسل إشارة الفصل للقاطع. لما تصل إشارة الفصل للقاطع في عندي تيم ميكانيزم، تايم ميكانيزم، اللي هو القاطع يفصل، أو القاطع يعني آلية الفصل الميكانيكية، إنه في عندي كونتاكتس وفيها حركة راح تتحرك وتفتح هاي الكونتاكتس، فسموه ميكانيزم تايم، الزمن اللازم لفتح الكونتاكتس للقاطع. وقلنا إنه لما القاطع يفصل نتيجة زي ما نحكي، خلينا نحكي نجيبها بطريقة ثانية، إنه في عندي إنرجي، لارج إنرجي ستورد إن ذا باور سيستم، في طاقة كبيرة مختزنة في النظام والتيار عالي جدا، فنتيجة للفصل المفاجئ، ما بنعرف احنا النظام كله يعني في باور سيستم اناليسيس، لما كنا نعبر عن المعدات في النظام ماشينز والترانسفورمر كنا نعبر عنها باكس ال، بممانعة مفاعلة حثية، فالممانعة الحثية زي ما بنعرف انه الممانعة تقاوم التغير المفاجئ للتيار، فبنشأ عندي هاي الشرارة. وبالتالي الزمن كامل تبع القاطع بتضمن زمن الميكانيزم تايم زائد الاركينج تايم زي ما احنا شايفين. اذا التوتال كليرنج تايم زي ما احنا شايفين هيو هو عبارة عن التي ار زائد تي ام زائد تي سي بي، زمن استشعار العطل، زمن فتح القاطع لتلامساته، زائد زمن اخماد القوس الكهربائي في القاطع. طبعا هاي العملية مشروحة هون بالتفصيل اللي حكيتها، فبإمكانكم تقرأوا الآن السيمبل بروتكتيف ريلي. هاي باختصار الرسم، أنا ما بدي يعني الموضوع مش معقد، يعني هاي باختصار هي عبارة عن بفرجيك الريلي كيف مضبوط على قيمة، في أنا بدخل على الريلي قيم، بصير عندي فولت، بدخل تيار، بدخل جهد، whatever، يعني بتدخل قيمة معينة والمرحل مضبوط على قيمة ثانية، لان هاي القيمه اللي دخلت اذا كانت اكبر من القيمه السيتنج الموجود هون بيطلع عندي اوتبوت على الريلي، غير هيك ما بيطلع اوتبوت، معناه انه ما في يعني ما في انديكيشن انه في عندي تغير عن القيمه. هاي القيمه مضبوطه على اساس انه القيم اللي هون اذا تغيرت معناه في اشي غير طبيعي صار، فبتكون اكبر من القيمه فبخرج على الاوتبوت اشاره الفصل. الآن ندخل على اللي هو الإلكترو ماجنتيك أتراكشن ريلي. هاي المرحلات القديمة نوعا ما هي حاليا لا تستخدم، يعني حاليا كل الاستخدام على الديجيتال ريليز. هاي المرحلات كانت تستخدم في الزمن الماضي بسموها الإلكتروميكانيكال ريليز أو الإلكترو ماجنتيك أتراكشن ريليز. مبدأ عملها إنه في عندي ريلي، إله هذا الريلي أو زي ما نحكي جهاز في أجزاء متحركة، عشان هيك سموه إلكتروميكانيكال، في أجزاء متحركة، إنه في عندي كويل، في عندي بمر فيه تيار، هذا التيار بيعمل مجال مغناطيسي وبحرك الكونتاكت عندي فبتسكر وبرسل إشارة الفصل، عشان هيك سمي إلكتروميكانيكال ريلي. طبعا يعني حاليا لا يستخدم، يعني شبه انقرض، بيستخدموا الديجيتال ريليز، لكن برضو مطلوب منا نكون عارفين عنه ولو الحد الأدنى. طبعا الالكتروماجنتيك اتراكشن ريسبونس تو اي سي كارنت، وفي منه انواع. طبعا ريسبونس تو اي سي كارنت حناخذ الان الهدف منها انه في عندي نوع اسمه الاندكشن ريلي. الاندكشن نعرف احنا بده قيمه، بده اي سي، ما بيشتغل على دي سي. هلا حنشوف انواع بلانجر تايب اند هنجت ارميتشر تايب، هاي انواع نوعين احنا من انواع الالكتروماجنتيك ريلي كان متعارف عليها وكانت تستخدم. cause of operation يعني أسباب التشغيل، تغير في القيمة، في التردد، في الفيز أنجل، في الدايركشن، في الهارمونيكس، يعني في عندي أكثر من قيمة وأكثر من سبب يسبب تشغيل للمرحل، لكن أكثر شيء إحنا بنتعامل معه اللي هو الماجنيتو، التغير قيمة بالأخص قيمة التيار، لأنه أغلب الأعطال عندنا المدرسها هي short circuit. الريلي تايب إلكترو، طبعا الريلي بشكل عام هي إلكتروماجنتيك اتراكشن او الالكتروميكانيكال الكتروماجنتيك اندكشن، الاندكشن ديسك ريلي حنحكي عنه. بعديها اجى السوليد ستيت او الاستاتيك ريلي، المراحلات الاستاتيكيه بسموها يا هاي، بتفرق عن الالكتروميكانيكال انه هاي ما فيها ولا جزء متحرك. والاحدث منهم الاثنين اللي هو الكمبيوتر او المايكرو بروسيسور او الديجيتال ريليز. الآن نبلش بأول نوع اللي هو الإلكتروماجنتيك أتراكشن ريلي. هلا بدنا إحنا نفهم هنا، حنلاقي كثير في السلايد إيجابيات وسلبيات، ما بهمنا إحنا نفهم هون مبدأ العمل وشوي عن المعادلات الرياضية أهم شيء. يعني ما أظن يعني مستبعد إنه يجي إيجابيات وسلبيات، لكن لازم نكون عارفين لو بالأقل ثلاث أربع نقاط على كل واحدة
احتياطا. الان زي ما احنا شايفين اول واحد انهنجت ارميتشر ريليه من منظره واضح زي ما احنا شايفين انه في عندي ماجنتيك كور، في عندي اوبريتنج كويل، وفي عندي الكونتاكتس. باختصار مبدا عمله بسيط، بمر عندي تيار في الاوبريتنج كويل في ملف التشغيل، هذا التيار بسموه اوبريتنج كارنت لانه هو اللي سبب تشغيل المرحل، بشكل عندي اللي هي القوة الدافع المغناطيسية التي تعمل على تحريك المجال المغناطيسي في القالب، يعني قريب جدا من مبدأ عمل المحول. هذا المجال ينتقل وايش بيعمل لي هون للكونتاكت، بغلقها، بيعملها ايش جذب، عشان يسموه اتراكشن. فبتنجذب الكونتاكت لبعض، في عندي طبعا فيكس كونتاكت ثابت وفي واحد متحرك، عشان هيك برضه سموه الكتروميكانيكال، في اجزاء متحركه. فلما تغلق هاي الكونتاكت ترسل اشاره الفصل للقاطع. لو نيجي للمعادله الرياضيه، اخذنا بالفيزياء واحد او فيزياء توجيهي معادله بتربط بالقوة الدافعة المغناطيسية والمجال والتدفق المغناطيسي، ومن هاي المعادلة بغض النظر عن الثوابت الأخرى حطينا تناسب، لأنه ما بهمني باقي التيرمز الموجودة في المعادلة، بهمني بس مربع التدفق المغناطيسي يتناسب مقدار قوة التشغيل. هاي قوة التشغيل اللي هي الماجنيتوموتيف فورس أو الأوبريتنج فورس، هي اللي إيش، هي اللي حركت المجال إنه يشغل أو يغلق الكونتاكتس، تتناسب مع مربع التدفق المغناطيسي. وأخذنا إحنا في المشين 1 إنه الماجنيتوموتيف فورس هاي شو تساوي في الماجنتيك سيركت في القالب المغناطيسي، تساوي فاي في ار اللي هو قانون اوم للدوائر المغناطيسية من البيسكس، هاي لازم نكون عارفينها. واخذنا ايضا انه اف تساوي برضو في الماجنتيك سيركت تساوي ان في اي، ان اللي هي الملفات، ملفات الاوبريتنج كويل وتيار اللي بمر فيها، خلينا نسميه اي اوبريتنج، تيار التشغيل هنا ان اوبريتنج، تمام. من هون تم اشتقاق القانون. برضو بنعرف انه ار على ما اذكر انه اسمها الريلاكتانس في المقاومة المغناطيسية تساوي ال على ميو في اي، ميو اللي هي السماحية المغناطيسية والكروس سيكشنال اريا والطول. هلا انا هذول بدي اعتبرهم انه الميو والاريا ثابتين، فبدي اتعامل مع الطول على انه متغير، وبالتالي ار تتناسب مع اللينث، وبالتالي انا لما احط اشاره التناسب معناه بدي اهمل اي تيرم في المعادله لانه باعتبرته ثابت، وباخذ بس ايش بعين الاعتبار التيرم المتغير في المعادله، وبقول انه ار بتتناسب مع هذا المتغير اللي هو الطول. من هون بستنتج، هلا برجع للمعادله، فاي قلنا يساوي من هون اف على ار، لانه ار تساوي زي ما اف عفوا تساوي فاي في ار، فاي تساوي اف على ار، واف تساوي ان في اي، وبالتالي اف تساوي هون مربع التدفق المغناطيسي، وبالتالي ايش تساوي هذا المقدار تربيع. ار حكينا تتناسب مع اللينك الطول، وبالتالي صار فاي يتناسب مع ان في اي على ال، تناسب، ما بحط يساوي، ما بحط يساوي لانه انا قاعد بعمل بس تناسب في تيرمز، اذا بدي احط يساوي بدي اضرب في ثوابت، فبحط بس تناسب، بدل R حطيت L لأنه R تتناسب مع L، وبالتالي بقدر أحط L في المعادلة. الآن تربيعهم، بربع هاي بربع الطرف الثاني وبرجع لمعادلة ال F، وبالتالي N تربيع I operating تربيع على L تربيع يتناسب مع إيش، مع phi تربيع، وphi تربيع تتناسب مع ال operating force، وبالتالي F تتناسب مع هذا المقدار. الآن عشان ألغي التناسب بضرب بثابت اسمه ثابت التناسب K، أي ثابت عشان ألغي إشارة التناسب وأحط إشارة المساواة، تمام؟ هلأ وصلنا لهذه المعادلة اللي هي الـ F operating تساوي K ثابت في phi operating، وبالتالي معادلة مهمة جدا. طبعا زي ما حكينا الـ phi operating بتساوي اللي هو N تربيع في I operating على L تربيع، على اعتبار أني مربع التدفق المغناطيسي فبعوض محلها في المعادلة، و N بدي اعتبرها ثابتة، و L هون بدي اعتبرها ثابتة، الآن دخلت إشارة المساواة، فبضل عندي بتغير اللي هو الـ I operating، فبحصر هذول كلهم المتغيرات في ثابت آخر اسمه KI، وبالتالي بوصل لنتيجة إنه الـ F operating يا بتساوي ثابت K phi في phi تربيع، يا إما تساوي شكل آخر للمعادلة ثابت آخر اسمه KI في الـ I operating تربيع، وهي معادلة مهمة جدا، وبيجي عليها سؤال، بيجي عليها سؤال انه اكتب لي المعادلة او اشتق المعادلة اللي بتوصف العمل تبع الهنجت ارميتشر ريلي. طبعا
ما ننسى انه في الريلي في عندي زومبرك، هذا الزومبرك وظيفته انه بس انتهي من شغلي انا كريلي وارسل اشارة الفصل خلص، ما في داعي اضل شغال، عملت الوظيفة المطلوبة مني، الان بدي ايش؟ بدي ارجع لوضعي الطبيعي. ففي زومبرك، هذا الزومبرك وظيفته يعمل استرجاع فيرجع الكونتاكتس اوبن، ففي له ثابت شد الزومبرك اسمه كي اس. اذا زي ما حكينا انه في عندي زومبرك وظيفته يعمل استرجاع للريلي لوضعه الطبيعي، وبالتالي في عندي ثابت للزومبرك اسمه كي اس، معروفه انه اي زومبرك له ثابت شد الزومبرك، وبالتالي الان التوتال الفورس القوه التوتال هي عباره عن ايش؟ اف نت بتساوي الاف اوبريتنج اللي درسناها قبل شوي ناقص الاف للزومبرك. هاي الاف للزومبرك تعاكس هاي القوة، لأن هاي القوة بدها تسكر الكونتاكت وقوة الزومبرك بدها تفتح الكونتاكت، وبالتالي بحط بينهم إشارة إيش؟ سالب. تمام؟ طيب بسم الله نكمل. حكينا آخر شيء إنه الاف نت اللي هي التوتال فورس اللي بتتشكل عندي هي عبارة عن الأوبريتنج فورس اللي هو المقدار اللي هون ناقص اللي هو الزومبرك، قوة الزومبرك، فبعبر عنه بثابت الزومبرك وبتضمن الاحتكاك. تمام؟ وحكينا السبب، حكينا لأنه قوة التشغيل بدها تجذب الكونتاكتس عنده، قوة الكبح بدها ايش؟ تفتح الكونتاكتس، وبالتالي بحط بينهم إشارة سالبة لأنهم متعاكسين. الآن بدنا نشتق علاقة صغيرة من هذا القانون اللي أصلا إحنا اشتقناه. شو هي؟ إنه إحنا بدنا نستفيد من النقطة اللي بيصير عندها اتزان، أو اللي بيصير عندها close to pick up، يعني اقترب من إيش؟ من البيك أب اللي هي المقترب من حالة التشغيل. هلا في هاي الحالة بيكون عندي بالانس، يعني على الحفة، بيكون ضايل له شوي وبده ايش؟ بده يشتغل. عند هاي النقطة او اللي هي الحفة او البالانس هاي، بيكون عندي قوة شد الزومبرك مساوية تماما لقوة ايش؟ التشغيل، او قوة الكبح مساوية لقوة التشغيل. الان انا شو بدي يعني، او خلينا نحكي كمان فترة صغيرة، لو زاد اكثر من هيك على السريع قوة التشغيل بتتغلب عندي والمرحل بيشتغل. تمام؟ فأنا بدي استفيد من هاي النقطة اللي قبل ما يشتغل، لما تكون الاثنين متساويات معناته النت فورس بتساوي زيرو، لأنه الاثنين متساويات في المقدار متعاكسات في الاتجاه، وبالتالي بحط هاي المعادلة تساوي زيرو، بنقل كي اس على الطرف الثاني وبقسم على كي اي، باخذ الجذر، بتطلع عندي معادلة مهمة جدا اللي هي معادلة البيك اب كارنت، اللي هي طيب خليني احسب تيار التشغيل. طبعا شو البيك اب كارنت؟ هنحكي كثير لقدام بيك اب كارنت او السيتنج كارنت او الاوبريتنج كارنت. هذا التيار هو تيار التشغيل او اقل قيمه بتشغل المرحل وبتخليه ايش؟ يعطي اشاره الفصل، بنسميه البيك اب كارنت او المينيمم اوبريتنج كارنت، يساوي جذر كي اس على كي اي، وهاي القيمه كلها قيمه ايش مالها؟ كونستانت. وبالتالي أنا لو بدي أعرفه بس يكفيني أعرف قيمة KS وقيمة KI الثوابت، وأطلع قيمة الـ I pick up، مش per unit، pick up. الآن بنلاحظ من هاي المعادلة إنه إذا كان هاي المعادلة الآن أو هذا التيار هو زي ما حكينا أقل تيار تشغيل، وبالتالي ممكن الريلي يعمل عليه إذا كان دقيق جدا جدا، ممكن يشتغل عليه. إذا كان بده كمان قيمة زيادة ممكن يعني على منه بشوي، وبالتالي لو بدنا ندرس حالاته بنحكي انه اذا كان الاي التيار عندي الاي اوبريتنج اعلى من الاي بيك اب كارنت، معناته الريلي في حاله تشغيل اوبريت، لانه التيار اتعدى للعتبه. خلينا نحكي الان اذا الاي اوبريتنج بيساوي الاي بيك اب، اذا قلنا اذا كان الاي اوبريتنج بيساوي الاي بيك اب، معناه احنا في حاله البالانس، في حاله الاتزان، يعني هو ما بين التشغيل وعدم تشغيل. اما اذا كان الاوبريتنج كارنت اقل من البيك اب، معناته انه ما راح يشتغل، وهي اللي بتكون حاله اللي هي النورمال اوبريتنج كونديشنز، هاي اللي هي حاله النورمال اوبريتنج كونديشن. زي ما حكينا بتكون حاله النورمال اوبريتنج كونديشن اللي هي الريتد كارنت بيكون يمشي، واكيد حيكون اقل من تيار التشغيل، وبالتالي ما بيعمل المرحل. الان طبعا لما يصير عندي فولت
التيار بصير قيمته عالية، فبصير الاي اوبريتنج اعلى من الاي بيك اب، وبالتالي قوة التشغيل الاف اوبريتنج بتصير اكبر من قوة الكبح، وبالتالي منطبق القوة على الكونتاكتس وبتجذب. هلا بنقدر نعبر بمعنى اخر، بنقدر نعبر بالتورك، ما التيار يعني زي ما نحكي بيمثل التورك والتورك بيمثل التيار، في علاقة بينهم، واخذنا بالمشين برضو علاقة تربط التورك بالتيار. الان هنا في الجزء هذا في الالكتروميكانيكال ريلي خلينا نحكي، بدنا نعرف انه في علاقة بتربط الاف ماجنيتوموتيف فورس بالفلكس، والفلكس مربوط بالتيار، واف مربوطة بالتيار كمان، والتورك مربوط معهم الثلاث، وبالتالي في علاقة قوية بين هذول الاربع باراميترز، التورك والماجنتيك فلكس والاوبريتنج فورس للماجنيتوموتيف فورس، واخر شيء اللي هو التيار او يعني هذول الرموز او الباراميترز في بينهم علاقه قويه، واخذنا بالماشينز علاقات كثيره بتربط بينهم وبالالكتروماجنتيك. الان يعني بدل ما اقدر اعبر عن التيار بقدر اعبر باستخدام التورك العزم، انه زي ما احنا شايفين اذا كان تي اوبريتنج اكبر من تي ريستريننج، ريستريننج معناها كبح، اوبريتنج تشغيل، مرات بسموه اوبريتنج تورك او درايفنج تورك، والريستريننج تورك مرات بسموه دامبنج تورك، عزم اخماد او عزم كبح، وهذا عزم التشغيل. نفس التيارات بقدر اعبر عنه في العزوم، يعني انت حر عبر كيف ما بدك. الان بدنا نشوف الريسبونسبل لهاي الريليز الالكتروماجنتيك ريليز للاي سي كارنت، لما اعطيها اي سي كيف الاستجابة انت. تمام، الان احنا بنعرف من المعادلات اللي اشتقيناها قبل شوي انه الاف اوبريتنج قلنا تساوي كي فاي في فاي تربيع، او زي ما حكينا بنقدر نعبر عنها في كي اي واي تربيع اوبريتنج، هاي او هاي. الان احنا بنتعامل مع اي سي، وبالتالي بدنا نعتبر انه موجة التدفق المغناطيسي عندي ايش مالها، ساينوسويدال ويف، فبنا نعوضها في القانون محل فاي تربيع، بعوض بتصير تربيع جذر 2-2 والفاي تربيع والساين تربيع، الآن الساين تربيع هاي متطابقة بفكها، برجع بعوض بالقانون بيطلع معاي هذا الشكل اللي هو الاف اوبريتنج ايش مالها، تتناسب مع كي فاي في فاي تربيع في 1 ناقص كوساين 2 اوميجا تي، وتساوي نفسها هاي كي فاي فاي تربيع ناقص كي فاي فاي تربيع كوساين 2 اوميجا تي. يعني اذا بنلاحظ هذا المقدار ساينوسويدال اي سي، واذا بنلاحظ انه هذا المقدار ما في ساينوسويدال دي سي، رقم ثابت كونستنت، وبالتالي طلع عندي الاي سي والدي سي كومبوننت. الان لو نشوف استجابتها مع الدي سي بتطلع بهذا الشكل، التيار خط ثابت، احنا بنعرف انه القوة تتناسب مع مربع تيار التشغيل، وبالتالي تربيعها اكيد الاف حتكون كمقدار اكبر فوقه. الان نيجي هون للاي سي نشوف الريسبونسبل، عندي موجة ساينوسويدا للتيار، لما احنا بنعرف انه برضو اف تتناسب مع مربع تيار التشغيل، فلما اربع بيطلع عندي سواء تربيع الموجب او السالب بيعطيني ايش موجب، فبتطلع عندي اف بهذا الشكل بتشبه موجات الفول ويف ريكتيفاير. لكن شو عيبها هاي؟ هاي عيبها انها فاريبل، هاي عيبها انها فاريبل، يعني ملاحظ قيمه بتزيد توصل للماكسيم ترجع بتوصل للصفر ترجع بتزيد، يعني وبالتالي في عندي فاريبل ماجنيتود، وبالتالي في عندي فايبريشن. الان الفاريبل فورس هاي بتعمل لي فايبريشن، بتعمل لي اهتزازات، وبالتالي الاهتزازات مش مرغوبه ابدا. طب شو الحل؟ الحل استخدام ما يعرف بالشيدنج رينجز، او بسموه الشورت سيركت كويلز، وهاي برضو يعني في تطبيق عليها برضو في الماشينز اللي هو الشيدد بول موتور، نفس مبدأ عملها يعني الشيدد بول موتور، هنا نفس الشيدنج رينجز. الآن هاي باختصار شو وظيفتها؟ إنها تعمل لي سبليتنج، تعمل لي انشطار، تقسم الماجنتيك فلكس عندي لقسمين في بينهم فيز شيفت أوت أوف فيز. تمام، شو فايدة هذا؟ خلينا نشوف شو فايدة هذا الكلام، إن أنا أعمل سبليتنج للماجنتيك فلكس. الان الشيدنج رينجز هاي زي ما حكينا بتعمل عندي اوت اوف فيز بين الفلكسز، طبعا اكوردنج تو لينز لو. الان هاف اوف ذا فلكس فلو ثرو ذا شيدد اريا، يعني زي ما انتم شايفين هون في عندي البول، هاي البول، وفي عندي الشيدنج رينجز هاي محطوطه فيه. الان الماجنتيك فلكس اللي بده يدخل هون بدخل على البول، وجزء اخر منه وين بيروح؟ على هاي الكويل الشيدنج رينجز.
لما يدخل عليها بيكون الفلكس اللي هون معمول له فيه شيفت بمقدار زاوية معينة عن الماجنتيك فلكس الموجود في البول. وبالغالب بالغالب الديزاين تبع هذا الشيدنج بيعطيني ايش فيه شيفت مقداره 90 درجة، اسهل للحسابات. وهسه حنشوف، فدائما بختاره انه يكون الفيس شيفت 90 درجة افضل شيء. الان خلينا نشوف لما عملنا سبليتنج ذا فلكس، الان بطل عندي فلكس واحد، صار عندي الفلكس الرئيسي انقسم لفاي 1 وفاي 2، وبالتالي بطلت القوة تتناسب مع كي في فاي تربيع، صارت تتناسب مع كي. نفتح قوس فاي 1 تربيع زائد فاي 2 تربيع، هذول الاثنين هم يساوي مين؟ فاي الاصلي تربيع فيثاغورس. يعني لما بقول فاي تربيع يساوي فاي 1 تربيع زائد فاي 2 تربيع، يعني زي نظرية فيثاغورس اللي هو مربع الأول زائد مربع الثاني بيعطيني مربع الثالث، تمام؟ وبالتالي صار هذا الماجنتيك فلكس هو عبارة عن جزئين. الآن لنفترض زي ما حكينا احنا بنتعامل الآن ندرس الريسبونسبل للأي سي، وبالتالي عندي موجات جيبية وقلنا عندي 2 ماجنتيك فلكس بتوين ذم فيس شيفت، وبالغالب نعتبر الفيس شيفت اللي هي الزاوية هاي لنعتبرها 90 درجة، تمام؟ لتسهيل الحسابات، وأفضل شيء يعني بالدراسات إنها 90 تكون، وأظن يعني من نواحي الديزاين بيعملوها تكون 90. فزي ما أنتم شايفين عندي جذر 2 في فاي في ساين أوميجا تي، والثاني جذر 2 في ساين أوميجا تي زائد ثيتا، هاي الثيتا بدنا نأخذها إنها 90 درجة، وبالتالي ساين الأوميجا تي زائد 90 متطابقة رياضية بتساوي كوساين أوميجا تي. وبالتالي استفدنا من هاي الحركة إنه هون شوف شو بيصير، كي فاي بعوض محل الفاي 1 تربيع زائد فاي تربيع اللي هم الساين والكوساين اللي هم المعادلات تبعتهم، ساين تربيع زائد كوساين تربيع الكل بيصير متطابقة تساوي واحد، وبالتالي بصفي عندي ايش 2 كي في فاي تربيع. الان بدل ما كنت قبل شوي اتعامل مع قيمة دي سي وقيمة اي سي وينشأ عندي فايبريشن، صرت اتعامل مع قيمة واحدة ار ام اس، وبالتالي هيك انا عملت افويد او بريفنت لل vibrations باستخدام الشيدنج رينجز. يجي السؤال انه اشرح مبدا عملها او why we use shading rings في البروتكتيف ريلي، يعني واضحه اي سؤال بيجي عليها يا اشرح مبدا عملها، يا اما اعطيني المعادلات الرياضيه، يا اما why ليش انه احنا بنستخدمها عشان نعمل طبعا splitting للفلكسز ونعملهم out of phase عشان نتعامل مع القيمة الـ RMS، ونعمل أهم شيء نذكر إنه نعمل avoid للـ vibrations اللي بتنشأ عندي. الآن النوع الآخر من electromagnetic relays attraction البلانجر تايب أو اللي هو الغطاس، الآن نفس مبدأ عمل اللي أخذناه قبل شوي تماما، إلا هم إنه هون كيف بغلق الكونتاكتس من مبدأ العمل غطس، يعني إنه هون الكونتاكت بخطس خطس لتحت فالكونتاكت بتلامس، تمام؟ نفس المعادلات تماما، نفس مبدأ العمل، فيعني ما بدنا نكرره كمان مرة. لأن يجي لمصطلح البيك أب دروب أوت ريسيت. بيك أب حكيناه اللي هو المينيمم أوبريتنج كارنت اللي عندي، اللي هو ممكن يكون عنده أو أكبر منه الريلي يعمل، وأقل منه الريلي ماله ما يعمل. لأن الدروب أوت عكسه أو الريسيت هو التيار اللي برجع عندي المرحل لحالة السكون، يعني برجع لحالته الطبيعية، برجع للنورمالي أوبن. يعني مثلا كان نورمالي أوبن صار نورمالي كلوز نتيجة البيك أب، الآن بعد ما خلص شغله في عندي دروب أوت برجع أو ريست برجع لوضعيته الطبيعية اللي هو الريسترينينج. كيف قلنا الدرايفينج تورك أو أوبريتينج تورك وريسترينينج تورك، وكذلك بيك أب ودروب أوت نفس المبدأ. هلا في عندي علاقة مهمة اللي هي دروب اوت ريشيو، كي دروب اوت او كي ريست، ريست او دروب اوت ما في مشكلة، يساوي الاي ريست او الاي دروب اوت على الاي بيك اب. هاي علاقة بتربط تيار الكبح مع تيار مين؟ تيار التشغيل، تمام؟ تربط تيار الارجاع او تيار الكبح او تيار الدروب اوت مع تيار التشغيل. الآن بدنا نعرف معلومة صغيرة للأوفر إشي ريلي، يعني للأوفر كارنت، أوفر فولتج، أوفر فريكوانسي ريلي، هذول بيكون الكي لهم هذا المعامل أقل من واحد. طبعا السبب واضح، لأنه هذول الأوفر معناته البيك أب بدها تكون إيش مالها أكبر من الريست، يعني المقام أكبر من البسط، وبالتالي أكيد حيطلع الجواب أقل من واحد
لانه دائما هذول اوفر معناه صار عندي قيمه عاليه وبالتالي تعدت البيك اب فبيشتغل هيك مبدا عمله. العكس الاندر فولتج ريلي مثلا اندر فريكوانسي ريلي هاي المرحلات شو مالها باخذ كي دروب اوت اكبر من واحد نفس الشيء لانه قيم الريست بتكون اكبر من قيم البيك اب وبالتالي الباست اكبر من المقام فناتج القسمه اكبر من واحد. هاي طبعا تجربه حطيتها هيك بس انه تشوفوها تجرى في المختبر انه كيف بقيس الكي بيعمل بغير المقاومة هاي فبتغير عندي التيار وبالتالي بتغير عندي ايش كي بناء على هاي المعادلة. يعني مش مهمة كثير بس للطلع انا الاوبريتنج تايم زمن التشغيل طبعا المرحلات عندي انواع واشكال كثيرة وبالتالي زمن التشغيل في منها ما بيفصل لحظة يعني في زمن تقريبا يقول إلى الصفر، في منها بيعطي شوية تايم ديلي تأخير بعدين بيفصل، في منها زمن وبتناسب عكسي مع تيار التشغيل، كل ما زاد تيار كل ما قل زمن الفصل. يعني أنواع كثيرة إن شاء الله راح نأخذها في الأوفر كارنت بروتكشن، بس هون إنه لازم نعرف نبذة صغيرة إنه زمن التشغيل بيختلف حسب نوع المرحل، ممكن إنستانتينيوس اوفر كارنت، ممكن ديفينيت تايم اوفر كارنت، ممكن انفرس تايم اوفر كارنت، وبالتالي الازمان لا يعني انواع، وبالتالي زمن التشغيل بتغير وانا بقدر اتحكم فيه. وهسه حنشوف كيف بقدر اتحكم في زمن التشغيل في التايم ملتي بلاير سيتنج والجا لمنحنيات. هاي الطرق اللي كانوا يعملوا فيها سيتنج للريلي سابقا قبل ما يجي اللي هو عصر الديجيتال ريليز والبرمجه، كانوا يعملوا سيتنج عن طريق المنحنيات وحسابات بايديهم، يعني كانت شغله شوي صعبه. انتو كوانتيتي اوبريتنج ريلي يعني بس للمعرفه انه هون عندي بيكون بول، بيكون عندي على البول نفسه ملفوف اثنين كويل، الاثنين كويل على نفس البول وبالتالي التيار شمال هون تيار وهون تيار بس على نفس البول، وبالتالي بحط اي 1 زائد اي 2 وبعوض بدل فاي تربيع قلنا اي 1 زائد اي 2 لكل تربيع مش كل واحد تربيع. ونتذكر انه حكيت في علاقة بين الفلكس وبين التيار وبين الماغنتيك فيلد وبين التورك وبين الاف، يعني هذول جروب مع بعض دائما، يعني بحط تيار بقدر احط فلكس بقدر احط اف بقدر احط تي ما في مشكلة كلهم بترابطوا ببعض بس في بينهم ثوابت نقسم على ثابت نضرب في ثابت نجمع بس. وبالتالي بما انه حطيت التربيع على الاثنين مع بعض لانه الاثنين لنفس البول بينما اللي تحت كل بول لحال وبالتالي التربيع على كل واحد ايش لحال، هاي التو كوانتيتي اوبريتنج ريليز بسموها. طبعا زي ما حكيت لكم في البدايه ادفانتجز ديس ادفانتج يعني هاي ما بدها شرح، هاي امور حفظ يعني ايجابيات سلبيات، وطبعا في الشرح انذكر منها عن البيك اب والريست واكبر من واحد واقل من واحد وله وانه بس طبعا اهم نقطه من هذا لازم نعرفها انه ممكن يجي سؤال انه من الادفانتجز الالكتروماجنتيك ريليز ان جنرال واجب الفاينل زمان انه بنقدر نتعامل معها للاي سي والدي سي زي ما شفنا قبل شوي. طبعا الجواب كلمه واحده انه the operating force is proportional with the square of the operating current، قوه التشغيل تتناسب مع مربع تيار التشغيل، بس هذا ايش سبب. ونرجع زي قبل شوي زي ما شفنا حطينا مربع تيار التشغيل واستقينا العلاقه طلع معاي اي سي ودي سي وبالتالي بيقدر يتعامل مع الاي سي والدي سي تمام. وهنا طبعا البيك اب اكبر من الريست عشان يحافظ على قوه الجذب، يعني مش معقول الريلي تذب الكونتاكت تبعته اول ما تذب ايش الريست تزيد عندي، اذا بتزيد بتصير اكبر من البيك اب برجع بفتح. طب انا خليه شوي اكبر وبس يخلص وظيفته برجع ايش بفتح. كذلك طبعا الادفانس ديس ادفانس كثير متقاربات من بعض للبلنجر والهنجت ارمتشر، يعني ثلاث اربع نقاط لكل وحده بكفي احتياط، يعني مستبعد انه يجي بس احتياط. الكتروماجنتيك اندكشن ريلي هو النوع الاخر من اندكشن. طبعا شوفوا يا اخوان اي كلمه اندكشن سواء كان اندكشن موتور اندكشن ريلي اندكشن اميتر اجهزه القياس هاي الاندكشن اي شيء اندكشن مبدا عمله واحد، مبدا عمله واحد له قانون فاراداي وقانون لينز انه في عندي اي سي وفي عندي دي فاي باي دي تي تغير معدل تغير التدفق المغناطيسي بينشئ قوه دافعه، القوه الدافعه بتعطيني كارنت، يعني المبدا واضح ولازم يكون في عندي ريلاتيف سبيد لازم يكون في عندي حركه نسبيه عشان تتولد القوه الدافعه، مش معقول انه يكون ما في حركه نسبيه ما في تقطيع لخطوط المجال للكوندكتر عندي ان جنرال بحكي.
وبالتالي قانون فاراداي لا ينطبق إلا على الاي سي، وبشرط إنه يكون عند ريلاتيف موشن، حركة نسبية، تمام. وكذلك نفس مبدأ عمل الاندكشن موتور مثلا بيعطيني مبدأ عمل اندكشن ريلي، بيعطيني مبدأ عمل اندكشن تايب أميتر مثلا. بيسك اوبريشن زي ما حكيت الكلام اللي حكيته، انه مبدا عمل اي اندكشن، اي شيء اندكشن انه بنطبق عليه الدي فاي، الدي فاي باي دي تي، بطبق عليه اي سي بمر دي فاي باي دي تي متغير مع الزمن، وبتشكل قوه دافعه وماجنيتوموتيف فورس وتورك، يعني مبداها واحد. الان لو نطلع هاي طبعا الاندكشن ديسك ريلي، هاي له منظر او عفوا شكل، هاي الاندكشن ديسك بيكون هون عندي ماجنتيك كور عليه اوبريتنج كويل، وهنا هنا في هون هون هاي المنطقه في عليها شيدنج رينجز تعمل سبليتنج للماجنتيك فلكس. هلا هنشوف، هلا انا لما يمر التيار في الاوبريتنج كويل ماجنيتوموتيف فورس بتحرك الفلكس في الماجنتيك كور، بيمشي بيمشي بيمشي، اول ما يوصل هون شو مين بلاقي الشيدنج رينجز اللي حكينا عنهم قبل شوي، فعلى السريع ايش بيعمل؟ بيعمل سبليتنج، بينفصل لجزئين. هاي الحركة عشان تعطيني out of phase. نتذكر الاندكشن موتور مثلا اللي اخذ ماشينز 2، ما مستحيل يشتغل الموتور اذا ما كان في عندي ايش، في عندي فرق، في عندي الروتور مثلا بيدور بسرعة اقل من الستيتر، في فرق في السرعة اللي كنا نعبر عنه بالسليب. وكذلك هون انا بعمل الماجنتيك فلكسز الاثنين بينهم out of phase عشان اقدر اعمل بينهم ايش، اقدر اعمل بينهم او انشئ اللي هو الريلاتيف موشن. لو كانوا مع بعض معناته ما في تقطيع، ما في موشن ريلاتيف موشن، وبالتالي ما في عندي انديوست فولتج. لما اعملهم اوت اوف ستيب بين الشيدنج رينجز على السريع ايش بصير عندي؟ بتشكل عندي قوه دافعه حسب قانون فاراداي دي فاي باي دي تي. هاي القوه الدافعه بتعمل بتشكل عندي في الديسك تيارات اسمها الايدي كارنت، تيارات دواميه. هاي التيارات الدوامية كيف بتدور في الديسك دوران، عشان يسموها تيارات دوامية، تمام. وبالتالي هاي الكلام اللي حكيته اي اوبريتنج ماجنيتوموتيف فورس بتحرك لي الفاي في الكور، الفاي بوصل عند الشيدنج رينج بيعمل له سبليت فاي 1 فاي 2، عن فاي 1 بنشأ اي 1 اي ايدي 1، فاي 2 اي 2 بنشأ انا اي ايدي 2. الان نتيجة التأثير المتبادل هاي من البيسكس في الالكتروماجنتيك وفي الفيزياء اخذناها في التوجيه، انه ما كنا ناخذ مثلا فاي 2 في اي 2، كنا ناخذ تاثير المتبادل اي 1 في فاي 2 وفاي 1 في اي 2، ولا حنشوف الرسم التاثير بينهم متبادل عشان احصل على نتيجه، تمام. نتيجه هذا التاثير المتبادل بنشا عندي تورك وبلف الديسك تبع الريلي، وطبعا الديسك بيكون هيو زي ما انتم شايفين مربوط عليه الكونتاكت، وبيجي عليه شافته مربوط عليه الكونتاكت، وهو يلف باخذ معه الكونتاكت، فايش تتحرك وبتتلامس مع الكونتاكت الثابت وبيشتغل المرحل. اذا زي ما احنا شايفين هون العلاقات فاي 1 في ساين والثاني ساين زائد ثيتا، والثيتا قلنا بالديزاين بناخذها 90 درجه انسب شيء. هاي الرسم اللي حكيتها، انه انا فلكس 1 فلكس 2 بعد ما نعملهم سبليتنج، هذا الفلكس على السريع ايش عمل لي؟ عمل لي ايدي كارنت اللي هو اي 1. بنلاحظ انه اي 1 جاي وتقاطع مع مين؟ تقاطع مع الماجنتيك فلكس 2، ما تقاطع مع ما في بينهم، ما في تاثير بينهم، تاثير المتبادل هون. وكذلك اي 2 تقاطع مع فاي 1، نتيجه هذا التاثير عند الماجنيتوموتيف فورس طبعا متعاكسات، الوحده رايحه هيك وحده رايحه هيك، وبالتالي الاف نت شمالها تساوي اف 2 ناقص ايش اف 1. الان بدنا نشتق العلاقه الرياضيه بنفس المبدا، جذر 2 فاي 1 بسين اوميجا تي، جذر 2 فاي 2 بسين اوميجا تي زائد ثيتا، وهي الثيتا حناخذها 90 درجه احسن شيء. الان زي ما بنعرف احنا انه الاي تتناسب مع دي فاي باي دي تي اللي هو قانون فاراداي، وبما انه اي بتناسب مع اي واي بتتناسب مع دي فاي باي دي تي، قلنا التناسب ما في اي مشكله احط هاي الحركات، لانه ما في يعني بستثني الثوابت اللي في المعادله، يعني اي عشان الغي التناسب بضربها ب ان، فبتصير عندي ان دي فاي باي دي تي، والاشاره السالبه حسب قانون لينز، بس انا بحكي على الثابت اللي بدي اضربه.
وبالتالي بما انه اي بتتناسب مع دي فاي باي دي تي، اذا الكرنت ايضا بتناسب مع دي فاي باي دي تي لانه بتناسب مع اي، فبستغل هاي النقطه اني اشتق علاقات الماجنتيك فلكس واناسبها مع التيار. وزي ما بنعرف حكينا في علاقه برضو هاي اخذت يعني اخذناها بالفيزياء تساوي فاي في اي بعوض فيهم، فبنشأ عندي هذا المقدار. طبعا بسحب فاي 1 فاي 2 عامل مشترك، هاي متطابقه رياضيه بتساوي ساين ثيتا، فبطلع عندي هذا المقدار. وعلى اعتبار انه الفاي 1 بتساوي الفاي 2 فبدي اعتبرها فاي وحده، اذا فاي 1 في فاي 2 بتصير الفاي تربيع، تمام؟ فاي 1 في فاي 2 بتصير فاي تربيع، هون مثلا لو بدي اعوضها هون بتصير فاي تربيع. الان طبعا الاف نفسه زي ما حكينا من البدايه هي ان في اي اوبريتنج، واي اوبريتنج يعني لو بدنا ناخذ كعلاقه ساينوسويدال جذر 2 في اي الار ام اس في ساين اوميجا تي زائد فاي. الان الاف نت زي ما حكينا في البدايه الكي في الان تربيع في الاي اوبريتنج تربيع ناقص الكي اس اللي هو قوه الزومبرك، تمام؟ وزي ما تعلمنا ات بيك اب لحظه البيك اب بيكون عندي بالانس وبالتالي بيكون زيرو، فبشتق هاي العلاقه. الان ما في اختلاف بينه وبين الاتراكشن الهنجد ارميتشر انه هون زاد عندي حد واحد على ان، نفس العلاقه نفس مبدا العمل نفس الاشتقاق، اللهم انه هون بس زاد الثابت ان. طبعا هاي الكلام اللي حكيته هاي البيك اب كورز وين اف اوبريتنج اكبر من الريسترينينج معروفه صارت. زي ما انتم شايفين اف اوبريتنج تتناسب مع مربع تيار مع مربع الماجنتيك فلكس، لو بدي اشيل التناسب بضرب بالثابت اللي هو كي فاي، يعني هاي من بلاب فيزياء 2 من بالرياضيات معروفه يعني. الان الان تتناسب عفوا الفاي تتناسب مع ان في اي اوبريتنج، وبالتالي الاف تتناسب مع ان في اي اوبريتنج تربيع لانها بتتناسب مع الفاي تربيع. قلنا العلاقه في بينهم علاقه لازم نضل عارفين. الان طبعا اذا بنلاحظ من هون من هاي العلاقه يعني يا بقدر عشان اتحكم في الاف يا بتحكم في الان في عدد اللفات يا بتحكم في تيار التشغيل، اذا يا بعمل تشينجينج لان يا بعمل تشينجينج لاي. الان التايم ديال معناه انه انا بدي اتحكم بزمن التشغيل زي ما حكيت قبل شوي، انا بقدر اعمل سيتنج لزمن التشغيل عند القيمه اللي بتناسبني او القيمه اللي بدي اياها، وبالتالي هاي التايم ديال اللي هي باختصار تايم كنترول كنترول اوف اوبريتنج تايم، تمام؟ الان انا لما اتحكم في زمن التشغيل كمان بقدر اتحكم بالستارتنج بوزيشن للموفينج كونتاكتس، يعني مثلا هاي الفيكسد كونتاكت وهون الموفينج كونتاكت بقدر اتحكم بالستارت، هون الستارت تبع بقدر اخليه مثلا هون، بقدر اخليه مثلا هون، بقدر اخليه مثلا هون، ما في اي مشكله، تمام؟ في عندي لو تايم ديال وهاي لاين دي هاي لا تايم ديال، طبعا بناء على انه هل زمن التشغيل زاد او قل. اذا زمن التشغيل قل شورت اوبريتنج تايم معناها لو تايم ديال، اذا زاد معناها هاي تايم ديال. هلا لما يزيد زمن التشغيل بتصير ايش ماله المسافه ابعد، وبالتالي هاي المسافه اللي بين الفيكست والموفينج هاي بسموها ديستانس اوف ترافل، المسافه اللي بينه. وبالتالي اذا كان عندي مثلا لو تايم ديال بتكون الديستانس اوف ترافل ايش مالها قليل المسافه. الان اذا زاد التايم ديال بعده عن بعض صارت ديستانس اوف ترافل بعيد، يعني زي كانه مثلا هنا بلد وهون بلد سفر بينهم، لو كانوا قراب يعني المسافه قليله، لو كانوا بعاد يعني واضح. طبعا الجنرال اوبريتنج كاركترستيك هاي في الانفرس ريلي رح ناخذها في الاوفر كرنت بروتكشن، يعني ما بدها ايش انه بس نعرف في الاوفر كرنت بروتكشن في عندي انفرس تايم اوفر كرنت. الان الانفرس تايم في عندي خلينا نحكي فاميليز منها، في ممكن يكون ستاندرد انفرس، لونج انفرس، فيري انفرس او اكستريم، يعني انحناء او شديد الانحناء، طبعا بناء على انت شو تستخدم، بناء على طبيعه الحمايه بدك تركبها، شو اللي بدك تحميه، يعني كل واحد له استخداماته. هلا بالنهايه كلهم يندرجوا تحت الانفرس تايم اوفر كرنت، يعني كلهم بالعربي بيزيد التيار بقل زمن التشغيل، لكن المنحنى نفسه بس ايش ماله؟ يا منحنى كثير يا نازل شوي لتحت يا اما مرفوع شوي لفوق، يعني عشان هيك طلعت تسميات لونج او ستاندرد او اكستريملي، يعني بالغ الانحناء شديد الانحناء وهكذا. هاي الميكس كيرف للانفرس بناخذها في الاوفر كرنت بروتكشن.
يعني بس انه لو بدنا نعمل ميكسينج بتوين الانفرس والديفينيت تايم والانستانتينس هاي بناخذها في الاوفر كرنت. طبعا الان هاي الموضوع مهم بس ما اظن انه ينفهم الا لما نحل عليه مثال. ان شاء الله ححل عليه مثال بالفيديو لحال لو كيف اطلع تيار التشغيل وزمن التشغيل. الان في المختبر في لاب الحمايه على ما اظن في تجربه اللي هي نعمل التايم سيتنج والكرنت سيتنج للريلي. الان خلينا نشوف هاي الصفحه شوي اوضح في شرح هذا الموضوع. انا هلا شو يعني كرنت سيتنج؟ هلا لما بدي اعمل كرنت سيتنج للريلي معناه انه انا بدي اغير قيمه البيك اب كرنت لقيمه انا بدي اياها لقيمه معينه. يعني مثلا البيك اب كرنت مثلا بدي يشتغل مثلا على 100%. هلا احنا في عندي تيار بمر في الدار، مش معقول انا اي تيار بمر في الدار يشغل المرحل. لا، مو في قيمه مضبوط عليها ومش اي تيار بيشغل المرحل الا اذا تعدى القيمه اللي انا ضابطه عليها. هاي الكرنت سيتنج هون. هلا في الريلي تابنج زي هيك، زي التاب تشينجر في المحول بهذا الشكل، شريط في تابنج عليه. انا بقدر انقي واحده من التابنج بحيث اني احصل على برسنتج معين للكرنت، وبالتالي البيك اب كرنت بتساوي الاي سيكندري ريتد اللي بيجي من السي تي. مش قلنا احنا انه السي تي مربوط مع الريلي، وبالتالي بمر عندي اي برايمري حتما بمر اي سيكندري. الان الاي سيكندري داخل على الريلي هي هذا التيار انا بضربه في الكرنت سيتنج اللي هي النسبه اللي بضطولها انا من وين؟ من هون. ممكن اضبطه على 50%، ممكن اضبطه على 100% مثلا، ممكن اضبطه على 150%. شو يعني 150%؟ انه يتحمل كمان اوفرلود. يعني مش اذا 100% معناه ريتد بيشتغل بفصل عند ال 100 بالفول لود، 125 بعطيه بيرميسبل اوفرلودنج، زاد التيار شوي ما بيشتغلش، بعديها بيشتغل، وهكذا. يعني انا بلعب بالسيتنج كل ما هنالك القيمه اللي ضبطتها هون اضربها في الكرنت السكندري اللي بيجي من السي تي. الان البلاك سيتنج في عندي مصطلح اخر اسمه بلاك سيتنج مالتي بلاير. طبعا يعرف البلاك سيتنج مالتي بلاير على انه قيمه تيار العطل في ملف الريلي اللي بيمشي في ملف الريلي على البيك اب كرنت اللي حسبته هنا. انا حسبت البيك اب كرنت، ممكن يطلب مني احسب اللي هو البلاك سيتنج مالتي بلاير. اسالي بجيب الفولت كرنت تيار العطل بيكون معطى الي، بمسكه بقسمه على اللي هي القيمة اللي حسبته هون. هاي خلصنا من ضبط التيار. الآن ضبط الزمن، ضبط الزمن برضو بدي أعمل adjust للoperation time زي ما عملت adjust للoperating current. الآن في عندي منحنيات للتايم اللي هي نفس هون هيك family معينة، عدة منحنيات أنا بختار منها واحد بناء أنا شو المطلوب عندي. الآن الoperating time شو هو؟ يساوي التايم multiplier setting ضرب رقم بجيبه من منحنى اسمه تايم بير او تايم على البلاك سيتنج مالتي بلاير كيرف. يعني انا التايم مالتي بلاير سيتنج اللي هي الادجست الاوبريتنج تايم زي ما عملت هون بدي اضربها في رقم بجيبه من المنحنى، وبالتالي لما نشوفها زي ما عملت هون سيتنج تكون هيك. انا عندي هيك زي عداد وبنقيه على التايم مالتي بلاير، يعني نفس ايش؟ نفس الطرق بس هون للتيار هون الزمن، وبس نحل مثال ان شاء الله بتتوضح اكثر. الان الادفانتج والديس ادفانتج زي ما حكينا، يعني ثلاث اربع نقاط فقط للاحتياط نحفظ منهم. في عندي الفور بول كاب تايب ريلي. هذا الريلي يعني قريب جدا من مبدا عمل اندكشن. ما هو اصلا هنا كاب، في عندي هنا كاب اسطوانه مثلا او زي فنجان بلف برضه زي الديسك، تمام؟ بيجي زي هون بيجي زي مجوف هيك وبلف عادي. الان ما بفرق كثير عن الاندكشن، اللهم انه هناك انا عملت سبليتنج، حطيت الشيدنج رينجز عملت سبليتنج للفلكس، بينما هون لا، عندي تو كويلز بغذي فيهم في تيارين. هذول التيارين اصلا يعني انا جبتهم جاهزين بينهم في الشيفت، ما غذيتهم زي قبل شوي بعدين عملت سبليتنج، لا كل واحد لحال، وبالتالي هون ما بحتاج للشيدنج رينجز. طبعا كالعادة ادفانتس ادفان يعني لو ما فيها شيء ينشرح، يعني بس انه امور سلبية وايجابية لهذا المرحل زي ما حكينا، ثلاث اربع نقاط لكل واحد بكفي احتياط. طبعا بالنسبة للدايركشنال ريلي والبيرسنتج ديفرنشال ريلي حناخذهم بالتفصيل
في له موضوع لحال اسمه directional over current percentage differential relay او differential protection. هنا نبذة صغيرة عنهم، يعني نفس الكلام اللي حكيه هسه راح اشرحه في الفيديو الثاني، وبالتالي خليه كله للفيديو الثاني، بنشرح موضوع الديفرنشال كامل وموضوع الدايركشنال ايش كامل. وبالتالي هنا نبذة هيك صغيرة بس، يعني تطبيق على الريلي انه مثلا بستخدمه في الديفرنشال بروتكشن، بستخدمه في الدايركشنال اوفر كارنت، وكذلك الفولت بريشر ريلي برضو حنوضه في الابليكيشن في حماية المحول. يعني باختصار هو عبارة عن ريلي اسمه غاز اوبريتد ريلي، بيستخدموه في محولات الغاز والزيت المغمورة بالزيت، انه مبدأ عملها لما يتغير عندي الزيت، في عندي ضغط طبعا، اي تغير مفاجئ في الزيت في عندي طبعا بريشر الضغط، هذا البريشر شماله اذا تغير بشكل مفاجئ في عندي البلوز، في عندي عوامات تمام بتحركوا بشكل ديفرنشالي تمام، يعني في بيكون في بينهم فرق في الحركة فبيشتغل. الآن إذا تحركوا مع بعض معناه ما صار في فرق في الضغط، وبالتالي إيش ما بيشتغل، يعني مبدأ عمله واضح بس هون للمعرفة. الآن ندخل على اللي هو أهم شيء، الموضوع جديد، خلينا نحكي إحنا انتهينا هيك من الجيل القديم للمرحلات اللي هو بسموه زي ما حكينا الإلكتروميكانيكال ريليز، اللي كان فيه أجزاء متحركة وكان له عيوب وسلبيات موجودة مكتوبة هون. الآن بعديه تطور شوي للي هو الإلكترونيك أنالوج ريليز أو السوليد ستيت ريليز أو ستاتيك ريليز. هاي المرحلات يعني نفس الريليز عادية، نفس مبدأ اللي قبلها، لكن هنا الفرق إنه الله ما أنا كان في أجزاء عندي متحركة، في كونتاكت بتتحرك هون عندي ما في ولا جزء متحرك، فعشان يسموه ستاتيك ريلي، ريلي ساكن ما بتحرك ما في شيء بتحرك، او سوليد ستيت ريلي. طيب بسم الله نكمل. زي ما حكينا الان عندي الستاتيك ريليز هي عبارة عن مرحلات نفس الالكتروميكانيكا لكن ما فيها اجزاء متحركة، وهي تعريفها موجود، تتم فيها الاستجابة بدون اجزاء متحركة. الديزاين تبعها طبعا اللي هو بمركز على الانالوج الكترونيكس، يعني الترانزستورز والديودز والريسيستورز والكاباسيتورز، يعني الكومبوننتس تبعته هيك كلها تمام. الان بدنا نشوف المبدا العمل، وخلينا نحكي شو بيصير جوا او شو الاليه اللي بتدخل على الريلي عندي على السوليد ستيت ريلي عشان يعطي اوتبوت. اول شيء عندي اللي هم الترانزديوسرز، الترانزديوسرز اللي هم مقصود فيهم السي تيز والفي تيز، جاي من الباور سيستم عندي اللي في الشبكة، معمولها إشارة اي سي معمولة نعملها ريكتيفاير. هاي أول شغلة نعملها ريكتيفاير، يعني لما أعملها ريكتيفاير بدخلها على سوليد ستيت ريلي، أو بدخلها على خلينا نحكي أجهزة إلكترونيكس، فبالتالي بدي أحولها لدي سي، لأنه هاي الأجهزة إلكترونيكس تعرف يعني تشتغل على دي سي. مثال عليها الكمبراتر والليفل ديتكتر والفلتر، هذول الأجهزة بدهم دي سي. هلا هذول شو بيعملوا؟ هذول بسموهم ريلي ميجرنج سيركت تمام. هذول وظيفتهم انهم يعملوا مقارنه للي دخل هون، اللي دخل هون، وفي هون ثريشولد، قيمه عتبه ثريشولد. الان اذا كانت القيمه اللي دخلت اكبر من قيمه الثريشولد معناها حيعطي اوتبوت. هذا الاوتبوت اللي هو يعني يلا ادخل على الريلي. هلا هون الاوتبوت ديفايس اللي هو الريلي، ممكن الكتروميكانيكال ريلي، اما طبعا مضاف له ممكن يكون تايمينج تايمر او دايركشنال اليمنت او ستارتنج، يعني ممكن يكون ريلي، المهم يعني تدخل على ريلي. هلا من الريلي هون ايش بعد ما تدخل عليه بيعطي اللي هو اشاره الفصل. طبعا زي كل هذا متغذي من الدي سي سبلاي تبع المحطه، سواء هاي او سواء هاي او هاي او هاي، كله بتغذى طبعا لكيف بده يشتغل طبعا. الان المبدا كالتالي، انه زي ما حكينا الان لو ما في اوتبوت خلص معناته ما في اشاره دخلت على المراحل، فما راح يعطي اشاره ايش فصل. هذا مبدا عمل. طبعا يعني هاي الرسمه مش مهمه كثير، يعني الشكل الداخلي كيف في دايودز وفي مقاومات وكمبراتر او اللي هو الاوب امب، وبالتالي يعني بس للمعرفه، ما اظن انها تيجي الان. انالوج ريلي اركيتكتشر نفس الكلام اللي حكيته قبل شوي، لكن هون على شكل بلوكات، انه في عندي انبوت سيجنال بنعملها بروسيسنج،
بعدين بس نعالجها بطريقة معينة، نجهزها بندخلها على الكومبارزن إليمنت اللي زي ما حكينا الميجرينج اللي قبل شوي، بعدين ممكن تدخل زي قبل شوي على الأوتبوت ديفايس يكون في تايمينج أو لوجيك إليمنت، بعدين إيش السريع بتعطي إشارة الفصل التريبنج اللي هو القاطع وإشارة الفصل، وبنفس الوقت تعطي إشارة إنديكيشن إنه صار في عندي إشي. تمام؟ يعني مرات في تطبيقات كثير بحطه مش في الحماية، يعني بقول بشكل عام في بعض تطبيقات انه مثلا دارة هاي اشتغلت بحطه لمبة بيان حمراء او زرقاء تضوي معناها صار في تشغيل او عدم، وكذلك هون بيعطوا اشارة انه انديكيشن انه صار في عندي اشي جديد او تغير اشي. الان بالنسبة للكمبارزن إليمنت اللي هو هون الريلي ميجرينج سيركت، هاي شوي يعني حكينا انه ممكن يكون الاليمنت اللي بستخدمه للكمبارتر ممكن يكون كمبارتر او ليفل ديتكتر او فلتر او فويس ستابلايزر، يعني عده امور انا بقدر ايش اقارن من خلالها. ثاني نبدا فيهم وهذا مهم الموضوع بيجي اجى كثير في الامتحان، بيجي بقول لك مثلا اشرح الليفل ديتكتر. اول شيء احنا قاعدين نحكي عن الان عن شيء مقارنه، كل كلامنا مقارنه، موضوع سهل جدا، يا بقارن قيمة يا بقارن زاوية. الآن ليفل ديتكتر مبدأ بسيط، بلوك في معمول جواته قيمة ثابتة ثريشولد قيمة عتبة. الآن الانبوت سيجنال اللي داخله إذا كانت قيمته أكبر من قيمة العتبة بيعطي إيش؟ بيعطي أوتبوت برا، غير هيك ما بيعطي أوتبوت. بس هاي مبدأ عمله، يعني لو بدي أشرح برسم هاي وبرسم هاي الرسمة زي ما بنلاحظ هاي الثريشولد الخط المتقطع الثابت، أعلى من هاي القيمة ظهر عندي أوتبوت، اقل منها لم يظهر عندي اوتبوت. بس هذا هو الليفل ديتكتور. الان امبليتود كومبارتر الان هو نفس المبدا لكن بقارن بس قيمه الانبوت سيجنال، ما هي مثلا تدخل قيمه وزاويه انا باخذ القيمه تبعتها، الان بعديه راح نقارن الزاويه تبعتها، وبالتالي زي ما احنا شايفين دخلت قيمه كومبلكس مثلا قيمه وزاويه ايوه، انا بهمني القيمه هون اللي هو القيمه المطلقه، وبالتالي باخذ انا عندي هذول القيمتين. متى بيشتغل؟ على افتراض انه انا عامل له سيتنج انه يشتغل عندي لما تكون اس 1 ايش ماله اكبر من اس 2، هيك انا بدي اياه يشتغل، وبالتالي فعلا هو ما بيشتغل الا اذا كانت اس 1 اكبر من اس 2. هيك قيمه اس 1 اكبر من قيمه اس 2، او بمعنى اخر ننقل هذا الطرف الثاني بصير عندي قيمه اس 1 ناقص قيمه اس 2 اكبر من الصفر. يعني يا هاي الامور بتمشي. لو بدنا نمثلها رسما هاي الموجه، الان مثلا هون عندي ايش؟ هون عندي اللي هو الريفرنس. يعني ريفرنس يعني هون متساويات، يعني اس1 ناقص اس2 تساوي 0 معناته انه اس1 تساوي اس2، اذا هون اس1 ناقص اس2 يساوي 0 فهي الصفر. اعلى من هيك معناته اس1 ناقص اس2 اكبر من صفر، وبالتالي هي طلعت الموجه لفوق فاعطى اوتبوت. الآن تحت معناته S1 ناقص S2 أقل من الصفر، فالموجة نزلت تحت معناته ما راح يعطي أوتبوت، لأنه أنا بدي يكون ما يشتغل إلا إذا كان S1 أكبر من S2 بس. يعني وبيجي عليها سؤال وأجى كثير إنه اشرح الليفل ديتكتور، رسمي هاي وهاي، وإنه بس تعريف صغير إنه في قيمة ثريشولد ومنقارنها فيها وهكذا. الآن أنجل أور فيس كومباراتور برضو نفس المبدأ، كنت أقارن قيمة لا بقارن الزاوية. الآن ما بهمني القيمة هون، بهمني الزاوية تبعت الانبوت اللي بده يدخل، بقارنهم ببعض. الآن في عندي مارجن، في عندي منطقة معينة محصورة ما بين ثيتا 1 وما بين ثيتا 2. الآن متى بيشتغل هون؟ بيشتغل عندي إذا كان زاوية الأول ناقص زاوية الثاني محصور في هاي الريجن اللي عندي، محصور في هاي المنطقة اللي هي بين فاي 1 وفاي 2 أو ثيتا 1 ثيتا 2 للأوبريتنج ريجن. زي ما بنلاحظ الموجة عندي هون، هنا شايف مش شايفين مش يعني مش جوا الاوبريتنج ريجن، وبالتالي الاوتبوت زيرو، لان هنا بين فاي 2 فاي 1 قلنا انا بدي اياهم يكونوا بين فاي 2 فاي 1، يعني زي ما نحكي مينيمم وماكسيمم ما بدي يتعدوهم، يضلوا في هذا الرينج بهاي المنطقه بيشتغل، غير هيك ما بيشتغل. بنلاحظ هنا الموجه دخلت على الرينج تبعنا، وبالتالي راح يعطي اوتبوت، هنا طلعت عنها لفوق وبالتالي ما راح يعطي اوتبوت، هون رجعت نزلت جواتها وبالتالي راح يعطي اوتبوت. الان الامبليتود كومبارزون اللي حكينا عنه قبل شوي انا بقدر امثله في الكومبلكس بلين، وهذا التمثيل بهمني الان حاخذه في تمثيل الاوفر كارنت والاندر فولتج والقصص هاي. كيف دائره الريال والايمجينري، وفي عندي اللي هو نصف قطر هاي الدائره. الان نصف قطر هاي الدائره خلينا نحكي هو الحد الفاصل، حنلاقي مرحلات جوا اذا كان اقل
يعني اي شيء اقل من هذا الازرق، اقل من هذا النصف قطر او الريفرنس تبعنا ما بيشتغل. برا بيكون اكبر وبالتالي بيشتغل، يعني هيك اقل ما بيشتغل، طب هيك لا اكثر بيشتغل. تمام، الان ممكن نلاقي العكس، هذا في الاوفر كارنت، هذا الاوفر كارنت بروتكشن، اذا كان اقل هون ما بيشتغل، اذا كان اكبر بيشتغل برا الاوبريتنج زون. تمام، الان عكسه مين مثلا امبيدنس ريليف الديستنس بروتكشن، بيكون لا جوا اذا صارت اقل بيشتغل، برا اذا صارت اكبر ما بيشتغل. وبالتالي حسب ايش؟ حسب نوع الريليف. وكذلك ايضا الفيس كون برضه بدي امثلها بالبلين هاي، حكينا عندي انا ريجن عندي فاي ثيتا 1 وعندي ثيتا 2، نفس الكلام اللي حكيته قبل شوي بس بدي امثله بشكل اخر. الان الريجن بين ثيتا 1 هي ثيتا 1 هي ما هي ها وهي ثيتا 2، انا بدي الريجن بينهم هي هاي الريجن بينهم هي هاي المنطقه، اذا كانت الزاويه تبعتي فيها معناته الريلي بيشتغل، اذا كانت برا هون 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 ما راح يشتغل. تمام، وبالتالي هذا بس كشكل اخر، او هي شكل اخر لحدود العمل اللي حكينا عنه. ان في نوع اخر اسمه اللي هو ساين تايب فيز كومباراتور، مبدا بسيط جدا، والكوساين تايب كومباراتور مبدا بسيط جدا، من اسمه ساين كومباراتور بيشتغل على موضوع الساين الجيب، جيب الزاويه. احنا بنعرف معروف انه عندي لو بدنا نذكر يعني بس في الرياضيات انه هون الساين والكوساين والتان الظل كل الاقترانات المثلثية موجبة في الربع الأول. الآن في الربع الثاني مين موجب؟ فقط الساين. في الربع الثالث مين موجب؟ فقط الظل التان. في الربع الرابع مين موجب؟ فقط الكوساين اللي هو الجذر. وبالتالي أنا بستفيد من هاي الأرباع في تشغيل، بقول إنه أنا الساين الزاوية أو جيب الزاوية ما بيشتغل أو ما بيكون موجب عفوا إلا إذا كان في الربع الأول والثاني، وبالتالي هاي الربع الأول وهي الثاني بظللهم، إذا هو لا يعمل إلا إذا كان الساين موجب. متى بيكون الساين موجب؟ في الربع الأول والثاني. طب شو يعني؟ يعني الزاوية بتبلش من صفر بتنتهي عند 180، بعد هيك بصير مش موجب اللي هو المنطقة هاي فما بيشتغل، وبالتالي هاي الأوبريتنج زون وهاي الريسترينينج زون، يعني هون للساين هاي الربع الأول والثاني. نيجي للكوساين، الكوساين منطقة عمل الربع الأول والرابع هاي، وبالتالي هاي ربع الأول والرابع، في الربع الأول والرابع الكوساين موجب وبالتالي بيشتغل. طبعا شو يعني؟ يعني بتبلش من 90 وبتنتهي عند السالب 90 أو 270، و90 هون أو سالب 270. الآن في هذا الرينج أمورنا تمام وبيشتغل، غير هيك في الربع الثالث أو في الربع الثاني لا يمكن أن يعمل المرحل لأنه عندي الكوساين سالب. طبعا الخط اللي بالنص اللي هون والخط اللي بالنص اللي هون هذا اسمه line of zero torque أو balance line، يعني خط اللي هو بيكون صفر، لا هو شغال ولا هو مش شغال. طبعا شغال بيعطي positive torque، بيعطي drive torque، وهو مش شغال بيكون عندي negative torque أو بيكون عندي damping torque. بس طبعا هاي يعني digital relays، الآن نحكي عنها شو digital relay. طبعا هي المستخدمة حديثا، استعملها يعني احدث اذكى من الالكترو ميكانيكال ريليز. طبعا هاي بقدر اعمل برمجه سيتنج عليها عن طريق المايكرو بروسيسور، وبالتالي انه هاي الاركيتكتشر لو يعني نطلع عليها بس نشوف كيف الاليه او كيف المبدا العام انه ندخل مايكرو بروسيسور للسيتنج للريلي واشبكه مع الباور سيستم واربطه مع نظام المراقبه والتحكم، يعني هاي كلها امور برمجيه. الان اللي بهمني اكثر انا من الديجيتال ريلي انه طبعا اهم نقطة انه انا ديجيتال. شو يعني ديجيتال؟ يعني انا راح اتعامل مع 0-1، تمام؟ بتعامل مع 0-1، يعني كيف بتعامل مع 0-1؟ يعني انا في عندي موجة انالوج راح تدخل مثلا sinusoidal analog continuous with time، انا هدفي اني اطلعها ايش مالها ديجيتال اللي هي مقطعة on off 0-1 هيك راح، هيك المبدأ العام او اللي انا بدي اوصل له. الان كيف هاي الطريقة بدي امشي فيها step by step لحد ما اوصل من analog ل ديجيتال؟ خلينا نشوف كيف. اول شيء عندي الانالوج انبوت سيستم، تدخل الاشاره انالوج، بنعرف انه الاشاره ما بيكون يعني بيور ساين، ما كل اشاره بهذا الشكل خلينا نعتبرها انها مشوهه، تدخل على دياجرام على انالوج فلتر معين. انا هذا الانالوج فلتر شو ماله؟ بيعمل فلتر، باخذ هاي الهارمونيكس الترددات العاليه بالغيها كلها، باخذ وبشيل النويز الموجود عندي وايش
باخذ المطلوب منه. الان انا بعد ما زبطت الموجه طلعت بهذا الشكل على السريع بنط ايش بدي اعمل للموجه ستيب باي ستيب. ناخذها هاي الموجه بدي اعملها سامبلينج بدي اعملها ايش عينات 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 صغيره فبدخلها على داره اسمها سامبل هولد سيركت بتعمل الموجه من كونتينوس ليش لسامبل سيجنال عينات صغيره مستمره بعد عينات صغيره بهذا الشكل تمام. الان السامبل سيجنال في عندي المسافه بين السامبل والسامبل هاي بسموها السامبل جريند مقلوب اللي هو سامبلينج فريكوينسي تردد العينه يعني اللي انا عملتها. الان اخر خطوه بعملها اللي هي الانالوج تو ديجيتال. بعد ما خلصت الانالوج قطعته وعملت له سامبل وفلترته الان بدخله على انالوج تو ديجيتال كونفرتر بيحول لي اياه من انالوج الى ديجيتال اللي هو نظام الباينري او نظام الزيرو وان وهيك بكون انا وصلت للنتيجه المطلوبه في الديجيتال ريلي تمام. هاي يعني بدائل للانالوج تو ديجيتال يعني بقدر استخدم انالوج تو ديجيتال كونفرتر او بقدر استخدم هاي الداره او هاي الداره او هاي الدارة. الهدف انه بالنهاية انا بس ادخل انالوج اخذ ديجيتال تمام تمام. الان اهم هلا ناخذ موضوع او هاي النقطة مهمة جدا اللي هو الديجيتال ريلي الجوريثم. الجوريثم للديجيتال ريلي انه انا بدي اشوف مخطط معين يفهمني بروجرام يفرجيني كيف الريلي بيشتغل كيف متى يعني اذا كان عندي ظرف تشغيل طبيعي شو بيكون يساوي واذا كان عندي فولت شو بيكون يسوي. يعني اذا كان عندي فولت بده يعطي تريب بده يعطي فصل. اذا ما كان عندي فولت راح نشوف ممكن يظلوا يكرر قراءة عينات ويعمل موديفيكيشن ان امكن في بعض المرحلات. نيجي نشوف هون ديجيتال ريلي الجوريثم. اول شيء زي ما حكينا الريد لاست سامبل. هلا احنا حكينا يا اخوان انه احنا بنقطع الموجة عندي لها عينات سامبلينجز بهذا الشكل. الآن هذولا موجات بدخلوا عندي هون على هاي المنطقة اللي بدي أقرأها بدخلوا واحدة ورا الثانية طابور تمام. وبالتالي آخر واحدة أنا هلا عندي آخر واحدة بقرأها هاي دخلتها هلا بقرأ هاي العينة اللي دخلت بس أقرأها شو بعمل بفلتر بس أفلتر ديجيتال فلترينج. هاي ديجيتال فلترينج أنا بتدخل موجة عندي هيك مش ساينوسويدال بس افلترها واعمل اليمينيتنج للهاي فريكوانسيز للدي سي كومبوننت ساعتها انا بحصل على الفاندمنتال خلينا نحكي او اللي هي البيور ساين ويف تمام. الان بس احملها لو موجه انا عشان اعرف اتعامل معها واقارنها ادخلها على الكومباراتر زي ما عملنا قبل شوي. انا بدي قيمه وزاويه بدي فيزر وبالتالي باخذ الفيزر كالكوليشن لها انه باخذ قيمه وزاويه بهذا الشكل. كانت موجه اخذتها قيمه وزاويه وبدي اقارنها مع الريفرنس تمام. بعد ذلك بالبروتكشن ميثودز الان بعمل سيتنج على نوع الحمايه اللي بدك اياه بدك اياه اوفر كرنت بدك اياه اوفر فولتج بدك اياه ديفرنشال بدك اياه ديستانس. هلا انت حر يعني حسب الظروف او حسب شو عندك. وبالتالي هذا الجميل في الديجيتال ريلي انه انت بتقدر تعمل يعني مرن. الان بعدين بيجي الريلي لوجيك. الريلي لوجيك واجا كثير في امتحانات اشرح الريلي لوجيك طبعا يعني موضوع بسيط اللي هو المنطق او خلينا نحكي الديسيشن او الديسيشن القرار تبع الريلي. الريلي يعني بالنهايه بده ياخذ قرار. هلا دخل عليه بعد كل هالمراحل بده يدخل على الريلي. دخل على الريلي الان هاي القيمه اللي دخلت الريلي بقارنها وبشوف من باب اللوجيك يعني بقارنها. وبالتالي اذا كانت هاي القيمه اكبر من القيمه المضبوطه عليها زي ما بنعرف بعطي اشاره التريب. طيب ما كانت خلص نو تريب ما بفصل. ممكن في بعض المرحلات يعملها موديفيكيشن يعني شو يعمل يمسكها قبل ما يرجعها لها دائما بترجع بتضل الحركه دوريه ان شاء الله 100 سنه طول ما هو الريلي ما يعني ما في مشكله ما في عطل هاي دواره هاي الحركه ما في مشكله ما بتنتهي. الان لكن في بعض المرحلات ممكن انه واحنا راجعين نعدل على البروتكشن ميثود. هلا في العاده ايش بيكون خلص راجع من الريلي لوجيك برجع لنمبر 1 تمام. لا بالعاده ممكن في بعض المرحلات ترجع من 5 ل 4 بعدين ايش تكمل هذا الريلي لوجيك انه انا بتتخذ قرار افصل او ما افصل بناء على الكونديشنز اللي عندي. طبعا الريدنج روتينز والبلوكات هاي شرحها موجود الكلام اللي حكيته هون بالتفصيل الممل يعني بكفي تقراوه وبالامتحان يعني سطرين صغار بكفي اهم شيء نوصل المعلومه. وهي الريلي لوجيك اتخاذ القرار بالفصل او لا موجود الكلام اللي حكيته.
لان البروجرامبل لوجيك الان يا اخوان الريلي ديجيتال ريلي معرف انه 0-1 نتعامل مع اللوجيك. بقدر انا اعمل باختصار هذا الموضوع انه انا بقدر اعمل فانكشن يوصف لي الريلي انه كيف يشتغل. يعني لو اجينا نتطلع هون مثلا لو اجينا هون عملنا فانكشن لوجيك فانكشن يعبر لي عن ايش عن انه كيف ده شغل. يعني انا هلا عندي البروجرامبل لوجيك في خلينا نحكي اكسترا اوردينري فيتشر هاي ميزه ايش مالها اضافيه او ميزه في مثلا اوف ديجيتال ريلي انه في نمبر لارج نمبر اوف possibilities to define a logic function according to the present needs. يعني انت تعمل function بناء على احتياجك المطلوب inside the relay في logic variable مرتبطة مع وظائف الحماية, وبالتالي انا بقدر استغل هايها وابرمجها على موضوع الحماية. وبالتالي هون مثلا مثلا كمثال عندي معادلة A بتساوي A dot B يعني A and B زائد هاي OR بوابة OR C زائد علامة التعجب اللي هي not D. بالتالي هاي المعادلة بتتحقق عندي مثلا انه كان A and B زائد اللي هو OR C زائد NOT D. هاي logic function بيعبر عندي عن present needs اللي بدي اياه, وبالتالي كمان بقدر ابرمج الريلي باستخدام logic functions. تمام, هذا نفس الكلام. طبعا الادفانتج زي ما حكينا الادفانتجز نعرف احتياطا فقط 3-4 نقاط, يعني عمره ما اجت بس احتياطا, لان احنا هيك بنكون انهينا اول جزء من البروتكتيف ريلي. يعني انا شرحته بشكل سريع او ما ركزت على بعض النقاط لانه انا بس اكثر تركيزنا هون نعرف انه كان في عندي مرحلات في الماضي اسمها الكتروماغنتيك او الكتروميكانيكال ريلي وتحولت للسوليد ستيت ريلي بعدين تحولت للديجيتال ريلي. والاسئله واضحه, يعني اشرح مبدا عمل الارميتشر معادله الرياضيه السوليد ستيت ريلي, اكتب لي رسم لي الرسم الدياجرام اللي رسمناها قبل ما كانت موجوده قبل شوي تبعت كيف بدخل على الاوتبوت, اشرح الكومبارتر, اشرح الليفل ديتكتر الديجيتال ريلي, اشرح الريلي لوجيك, اشرح السامبلينج, يعني رؤوس اقلام. يعني عشان هيك انا اخذته بسرعه. الان ندخل في الفيديو الثاني على موضوع مهم جدا جدا حتى في الواقع العملي, يعني لازم نستغله اللي هو الاوفر كرنت بروتكشن. يعطيكم العافيه.